بدنا ننتقل من عالم السياسة لعالم الفن، خلونا ننتقل لعالم جديد بفقرتنا الصباحية لليوم، مع مساحة رح نفردها للفن التشكيلي وتصميم الديكورات والألوان مع الفنانة التشكيلية علا الأسد. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي على الشاشة الإخبارية. صباح الخير لكم وصباح الخير للمتابعين. أهلين علا، كيفك؟ الحمد لله كان لنا لقاء وقت تخرجتي تمام. وهلأ بلشتي بحياتك العملية، وصلنا للتصميم والديكور اللي كان هو حلم لإلك. عم نشوف قدامنا ألوان جميلة، نور يمكن ممكن نعمل منها برداية أو ممكن نعمل منها أي شيء للبيت. خلينا نحكي عن ألوان هيدي السنة، شو الجديد؟ بالبداية قبل ما نحكي شو هو الجديد، بس بدنا نعطي فكرة عن الألوان وتأثيرها على نفسية الإنسان. الألوان يلي هي الألوان تعتبر أهم عامل بعالم الديكور. ليش؟ لأنه هي بتعطيني نسبة نجاح للمشروع، إما بنسبة 100% أو فشله بنسبة 100%. وبما أنه الألوان مرتبطة بالإحساس، مرتبطة بالذوق، مرتبطة بالثقافات، فبالتالي عندي اختلاف. هلأ الألوان الرائجة هاي السنة، أكثر لون هو لون الكورال أو لون المرجاني، يلي هو لون مأخوذ من الطبيعة، بالإضافة للألوان المعاصرة يلي هي دائماً مستخدمة، هي ألوان الباستيل. ألوان الباستيل هي الألوان نفسها الموجودة بالدائرة اللونية لكن بدرجاتها الفاتحة، ومنتعامل معها بنفس الطريقة لكن نحن بناخدها بدرجاتها الفاتحة، بالإضافة للألوان اللي بتعطي تضاد أو كونتراست. هي كتير ألوان مستخدمة بالتصميمات الحديثة والمعاصرة. يمكن قلتي علا في كتير من الألوان إلى آثار نفسية علينا، خلينا نحكي عن هيدي الألوان. لما نحن بنقول أنه فعلاً بتعكس يمكن شخصية الشخص أو فعلاً بتأثر على نفسيته، لكن خلينا نحكي بشكل إيجابي. هلأ الألوان، نحن لما منشوف هاي الألوان بالطبيعة كيف نحن منشوفها؟ اللون هو حزمة أمواج كهرومغناطيسية. لما نحن منشوفها هي ألوان بتكون إلى طاقة، كل لون إلى طاقة، إلى طول موجة، إلى ويف، فهي بتصير المادة الكيميائية اللي بالعين وبتدفعها لأنه ترسل موجات للغدد الموجودة بالدماغ، فبتتنظم عندي الهرمونات والأجهزة الفيزيولوجية. صحيح. بس نحكي هرمون يعني في مود، يعني في مزاج، يعني في طاقات سواء صحيح. إيجابية أو طاقات يمكن سلبية. علا عم يمرق معنا مجموعة من الصور، يمكن هنن تصاميمك، يمكن مجموعة من الصور عم يشوفوها هلأ مشاهدينا، إذا حابة تحكي عنها بشكل عام. هلأ حابة أحكي بس عن، ممكن نحكي نحن شو هي الألوان يلي نحن منفضل نستخدمها، وكل لون له تأثير. هلأ الألوان نحن بنعتمد بالألوان، أي مصمم سواء انتيرير ديزاين أو جرافيك أو فاشن ديزاين بيعتمد على شيء اسمه الدائرة اللونية لاختيار ألوانه. هي مكونة من 3 ألوان رئيسية، الأزرق، الأحمر والأصفر، ومنها بتنتج باقي الألوان يلي عم نشوفها هون يلي هي اسمها الألوان الثانوية، بالإضافة لثلاث ألوان كتير مهمة، الأبيض والأسود للرمادي، هي ألوان حيادية ولازم كتير موجودة تكون موجودة معنا. الدائرة اللونية مقسومة لقسمين، الأول هو مجموعة الألوان الحارة أو اسمها الألوان الموجبة يلي هي الأصفر، الأورانج ودرجاتها، وهي بتعطيني إشعاع منشط مثير دافي. الألوان الباردة أو الموجبة أو السالبة عفوا هي الألوان الأزرق، البنفسجي والأخضر، درجاته بتعطيني إشعاع بارد أو هادئ، فهي يلي بتعطيني الهدوء والسلام والراحة النفسية. ايمت بستخدم هاي وايمت بستخدم هاي، ما فينا نقول انه في لون احلى من لون، كل لون له تأثيره النفسي، كل لون بيعطيني رسالة عاطفية، كل لون له دلالة. يعني منشبهها مثل الأوركسترا، كيف عندي أنا مثلاً الآلات الأنغام، في عندي آلات صاخبة، في عندي آلات هادئة، في عندي خشنة، في عندي ناعمة، هيك كمان الألوان. فمثلا اذا اخذنا شو اهم الالوان، مثلا اكثر شيء نحن بالعالم العربي بنحس بنشعر انه نحن ميالين للالوان البني، دائما بتشوفي حدا بني، مشتقات البني والبيج دائما بتلاقيهم تماما. لكن في عنا مشكله بهذا اللون، بقدر ما هو هذا اللون مهم. ليش هو لون مهم؟ لانه هو ماخوذ، انا بسميه من الالوان السماويه، لانه جايه مندمج اللون السماوي مع الاورانج، يعني السما بدرجاته بالغروب وبالفتره الصباحيه، فهو كتير لون حساس ولون هادئ. ولما حدا زبونه بيطلب مني هذا اللون دغري باخذ عنه انطباع انه هو شخص حساس، شخص بيحب البزنس،
بحب الاستثمار بحب تمام، ولكن هذا اللون حساس، يعني اذا هو زادت نسبته بالفراغ عن نسبة 30% بيعطيني قتامة، بيعطيني جو من الاكتئاب، وخصوصي بغرف النوم. اها، بس دائما بتلاقي فعلا ميالين للبني المحروق مع البيج، يعني بيكسروا تماما البني المحروق بمثلهم برداية بيج، وتلاقي هذا بيكون بيأثر على النفسية. طبعا بيأثر على النفسية، يعني نحن مثل لما بنسمع فيروز الصبح، يعني مود مزاج او طاقة ايجابية. الطاقة الإيجابية لازم اللون يلي أنا استخدمه يخليني سعيد، يخليني أشعر أني أنا عندي طاقة أني قوم بأعمالي أو أني حقق أحلامي. أو شو الألوان اللي ممكن مثلا نشاركها مع البني والبيج؟ مثلا الأوف وايت مثلا بغرف النوم كتير حلو نستخدم درجات البني بالألوان الفاتحة، في حال إجا حدا بيحب اللون الغامق منه أنا بحطه بكورنيشة، بحطه بصورة مثلا، أو حتى إذا استخدمنا برداية باللون البني كمان كسروها بالذهبي لأنه هو لون وارم دافي، وهو لون فخمة بيعطيها فخامة. يمكن عنا هيدي القطعة القماش جايبتها مسطرة. تماما في هي لا خلينا حنشوفها يمكن على الكاميرا أكثر، يمكن هذا اللي دخلتي له لها اللون الغامق وستاند واحد لعدة ألوان نور الأحمر والبني تمام. لتكسري اللون فينا نقول طبعا، لأنه مثل ما حكينا البني بقدر ما هو لون جميل وهو لون صديق للجميع، يعني طبعاً. ما منلاقي حدا أنه ما بيحب هذا اللون أو ما بيتمنى أكيد. يشوفه ببيته. كان اللي بإيد نور داخله هو الألوان الفاتحة هون مدخلين له غامة تماما نستخدمه بشكل بسيط حتى ما يعمل لي اكتئاب. تماما ايضا عم نشوف نور الاحمر. هلا الاحمر كمان هو من الالوان يلي ممكن تخطر لك هلا بغرف النوم، ممكن دغري يخطر لك انه نحن بنحط الاحمر، بس بيقولوا لك الاحمر ناري يعني غير مفضل كمان. لا غير في مفضل، في تضارب يعني بيقولوا لك اللون الاحمر بيعطي هو ناري يعني ما كثير محبذ هذا اللون، لانه بيرفع عدد ضربات القلب وبيرفع ضغط الدم. صحيح هو بيعطي طاقة وبيعطي إيجابية، ولكن ما بستخدمه بغرف النوم. مع العلم أنه أوقات منفوت على فنادق نحن منقوم نلاقي لون أحمر، طب ليش أنهم عم يعملوا هيك؟ مو لأنه هو مريح للأعصاب، لأنه الأحمر هو ترف، لون سراء، لون فخامة، حتى نحن نشعر الأحمر مشتقات البوردو تحديدا تماما فعلا. بيعطينا خداع بصري أنه الفراغ فحم ما بيقولوا لك على سجادة حمراء تماما فلا الغرف النوم أكثر الألوان هي مشتقات البيج والألوان الترابية، زائد أكثر ألوان هو اللون الأخضر. ليش؟ اللون الأخضر هو لون الطبيعة، طبيعة، فبتلاقي اللي ريلاكس أكثر. فسبحانه وتعالى أكثر يعني الإبداع، يعني رب العالمين ما خلق السماوات خلق باللون الأزرق والطبيعة باللون الأخضر بالحقيقة حتى يوصلنا لحالة من الاستقرار النفسي. اللون الأخضر بيلعب كتير دور بتأثير إيجابي على الجهاز العصبي، هو مضاد فينا نكسر البني بالأخضر لأنه كمان تمام. بنقول رفاق هدول اللونين تمام. مع بعض مأخوذين من الطبيعة، هي من عائلة الطبيعة فكتير بيجتمعوا مع بعض. بغرف النوم نحن آخر شيء بنرجع ل يعني هي آخر محطة لنا بتكون للحصول على الراحة، للحصول على الاسترخاء، فهذا اللون هو لون الأمل، لون الشباب، لون الرياحة، هو واللون السماوي تماما، هو واللون السماوي كتير مفضل نستخدمه تمام. يعني علا في نقطة كتير مهمة حابين نحكي فيها، أي زبون بيجيكي بده يصمم بيته فبتعرفي الأذواق متضاربة طبعاً. أحياناً ممكن يطلب منك شغلات ممكن تطلعي أنت هيك فيه أنه هذا شو عم بيطلب، هل بتشتغلي على ذوقه ولا ممكن تعطي نصيحة ورأي أنه لا إذا نحن حطينا هذا اللون مع هذا اللون هو أفضل لألك من شانك، ممكن يتقبل النصيحة أو تعطي النصيحة سواء تقبلها ولا لا؟ هلأ في عندنا نحن عدة عوامل لحتى نحن نوصل للخيار السليم، والخيار انه يكون الفراغ هو اكثر اتزانا واكثر جمالا. اول شيء الوظيفة كتير مهمة، يعني اوقات منشوف لون هو مناسب لفراغ، هو لون جميل لفراغ لكن ما بيناسب بغرفة تانية، بيأثر حسب هو شو بيشتغل تماما بيأثر انه بيخليني اشعر بالضيق واني انا بس بدي غادر هذا المكان. الشغلة التانية اللي بتأثر هو احترام شخصية الزبون، يعني ما بيصير انا اجي افرض عليه لون هو ما بيحبه، بيصير في ناس مثلا بتعطيك لون يعني لون واحد بجميع البيت، مثلا احيانا دارج مثلا الابيض الكامل، يعني بتلاقي مثلا بتفوتي على الصالون كله ابيض غلط
هذا الشيء غلط. هلا كتير ضروري انا كم انا لما بصمم بحب انه دخل الكاريكاتير تظهر عندي الكاريكاتير تبع الشخص يلي عم بتعامل معه بالتصميم. فوظيفة المصمم او المعماري او مهندس الديكور هو انه يفهم يدرس سلوك هذا الانسان، ميوله، شخصيته، شو بيحب، حالته النفسية. يعني في ناس بتكون مكتئبة، فانا ما بنصحها بالالوان الازرق والالوان الفاتحة، بنعشى بالوان الاورانج لانه هو لون بيلامس المشاعر، او الاحمر، او اذا شخص فاقد للشهية بنصحه بهي الالوان، ما بروح للالوان الداكنة. وظيفة المعماري طبعا انه هو يترجم ما في داخل هذا الشخص على ورق عن طريق برامج هندسية. علا يعني رح نتوسع بشكل اكبر بلقاءاتنا القادمة. نصيحة لكل ست بيت عم بتشوفنا وحابة هي هلا تغير ديكور بيتها، او لكل عروس هلا حابة تعمل يعني شيء جديد لبيتها، شو بتنصحيهم؟ اول شيء بنصح انه دائما يعني ماي ادفايس انه اكثر شيء ركزوا على الالوان الفاتحة، لانه هي بتهربوا منها من حالة الاكتئاب والحزن والكآبة. اثنين، بالفراغات، يعني انا بدي اوصل ست البيت لمرحله انه هي تجعل من بيتها تشعر انه بيتها قصر حتى لو كانت مساحته صغيره. عندنا ثلاث تكوينات بتقدر اي ست بيت تستخدمها، لانه علم الالوان هو حساس جدا وصعب، ما له شغل، مو شيء سهل. لكن اسهل ثلاث تركيبات هي اول شيء انه نختار من الدائره اللونيه، اكيد ظهرت هلا بالعرض طريقه، هي تركيبه الالوان الاحاديه، يعني نختار لون بدرجاته، هذا الشيء بيعطي تناغم وانسجام، وهي اسهل طريقه وابسط طريقه. يعني نختار الازرق بدرجاته ابتداء من السماوي للفيروزي للكحلي. الطريقه الثانيه هي الالوان المتجاوره، يعني بنختار لونين بالدائره اللونيه مثل الاخضر الازرق واللون اللي بيناتهم مثلا الازرق المخضر. ليش؟ هذا بيعطي تناغم وانسجام لكن بدرجه اقل من الالوان الاحاديه، هذا بيعطي اكثر حيويه، اكثر نشاط للفراغ. نعم. النصيحة الثالثة، لما بنستخدم الألوان المتضادة بالدائرة اللونية مثل مثلا الأزرق والمقابل لإله الأورانج، اتعاملوا معه بشكل لطيف. يعني ما بيصير أخذهم نفس النسبة، لازم يكون هنا اللونين متضادين، فبالتالي كل واحد له خاصة طول موجة خاصة، فمنخلي واحد مسيطر أكثر من الثاني. يعني باخذ واحد بنسبة 60 الثاني 30 وبدخل الالوان الحياديه اسود ابيض حتى انا اوصل لحاله انه ما يكون عندي تضارب. يمكن مثل ما قلتي علا، عالم الالوان عالم واسع جدا. نتشكرك على وجودك معنا، اكيد بنتمنى لك التوفيق بجميع خطواتك القادمه. شكرا كثير لك. شكرا كثير لاستضافتكم، بتمنى اكون توفقت باختيار فقرتي وتكون نالت على رضا واعجاب المتابعين. اتمنى لكم نهار سعيد ونهارك سعيد. الى اللقاء. شكرا كثير لك علا. يعني مع علا ومع هالألوان الجميلة نور بدنا نختم صباحنا لليوم. إن شاء الله هيك نكون حققنا الإفادة لكم مشاهدينا من فقرات عديدة ومتنوعة. بدنا نتمنى لكم بقية نهار يحمل كل الحب، كل الطاقة الإيجابية وكل الأمل. أكيد انطرونا بمعرض دمشق الدولي بدورته 61. بدي أتشكر زميلتي نور، والله يعطيك العافية نور. يعطيك العافية سالي. مثل ما قالت سالي، اليوم حضروا افتتاح معرض دمشق الدولي بدورته 61 درت معارض الشرق. بالختام نتوجه التحية لرجال الحق، رجال الجيش العربي السوري، بكم النصر يولد من جديد كل يوم. إلى اللقاء.